الحصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، معكم محمد الكبيسي وسؤدة طارق. أهلا بكم، نبدأ هذه النشرة بأهم ما فيها. مسدلا الستارة على آخر مراحل القبول بحكم القضاء، الإطار يخاطب المعترضين على النتائج، انسحبوا من أمام الخضراء. ملامح الحكومة يرسمها لقاء الحنانة غدا، العامري يزور الصدر برفقة الخزعلي والفياض وحضور المالكي غير مؤكد. لا استثناءات من الحوارات، تحالف العزم يمضي لتأسيس حكومة الشراكة للمشاركة، ويشدد التوازن مفتاح الحلول. بورقتين سياسيتين تمهدان لحسم منصب رئاسة الجمهورية الكرد، يطرقون باب بغداد بوفد موحد الأسبوع المقبل. 300 عائلة مستبعدة قسرا تحت مرأى الجميع، نهر الإمام تنزف منذ شهرين وتدفع ثمن الدخلاء ديات بالمليارات. البداية من آخر المستجدات السياسية التي أعقبت التصديق على نتائج الانتخابات، حيث دعا الإطار التنسيقي الذي يجمع أغلب القوى السياسية الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات، دعا المتظاهرين المعتصمين أمام بوابات المنطقة الخضراء إلى الانسحاب من ساحات التظاهر بحسب ما كشفته مصادر من داخل الإطار. وكشفت المصادر أيضا عن عقد قوى الإطار التنسيقي اجتماعا اليوم في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، وذلك لبحث مرحلة ما بعد تصديق المحكمة الاتحادية لنتائج الانتخابات. إلى ذلك أفادت مصادر مطلعة بأن وفدا من الإطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيزور الحنانة يوم غد للقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للتباحث بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. المصادر أكدت أن الوفد سيكون برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري وعضوية الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تحالف العقد الوطني فالح الفياض، فيما رجحت المصادر أن المجتمعين سيناقشون تشكيل لجان تفاوضية من الطرفين بشأن تشكيل الحكومة المقبلة بعد أن قررت المحكمة الاتحادية تصديق نتائج الانتخابات. بدوره أكد رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن التفاهم مع قوى الإطار التنسيقي بيد الصدر حصرا، مشيدا في مؤتمر صحفي عقده في مدينة الحنانة بالنجف بموقف القضاء العراقي في تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات. بكل إجلال واحترام وتقدير تبني سماحته للكتلة الصدرية ومشروع حكومة أغلبية وطنية لإنقاذ العراق وتخليصه من الفساد والفاسدين. سيد رئيس الجمهورية ملتزم التزام كامل بالدستور، وإن شاء الله تعالى راح تعقد الجلسة بوقتها المحدد إن شاء الله تعالى. هذه الأمور يم سماحة السيد حصرا حاليا. في سياق متصل، خاطبت مفوضية الانتخابات رئاسة الجمهورية من أجل تصديق النتائج النهائية استنادا لأحكام المادة 54 من الدستور. وأوضحت وثيقة حصلت عليها قناة الفلوجة أن المخاطبة جاءت استنادا إلى النص الدستوري في المادة 54 التي تنص على دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يوما من تاريخ تصديق نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. بعد صراع المحاكم يبدأ حوار المصالح، فهي الثابت الوحيد في السياسة وباقي القضايا متغيرات، توافقية الإطار وأغلبية التيار، خياران لم يتفق ساسة البيت الشيعي بعد على أي منهما، حيث ينتظر الجميع حل خلافاتهما كأولى الخطوات باتجاه تشكيل الحكومة المقبلة، خطوات بأقدام العامري تقوده إلى الحنانة بحثا عن مخرج للأزمة. بعد يوم من رد المحكمة الاتحادية الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات وتصديقها، تتجه البوصلة السياسية نحو القطبين المهمين في البيت الشيعي،
الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية للتفاهم وتقريب وجهات النظر. إذا أردنا أن نتحدث عن التيار الصدري، هو أتى للمشاركة بالعملية الانتخابية ببرنامج عام ومتكامل لمشروع الأغلبية الوطنية، وبالتالي لا يتنازل التيار الصدري عن ذلك الموضوع، وإنما القوة السياسية بعد انهاء المفصل الجدلي من المحكمة الاتحادية ستذهب القوى السياسية الأخرى للتحاور والتشاور مع التيار الصدري لإتمام المشروع الوطني. ربما قد يتغير بعض الشيء من الأغلبية للأغلبية الموسعة حتى تتحمل بقية القوى السياسية التي ستلتحق بالمشهد السياسي القادم. من المؤكد أن الساعات المقبلة ستشهد توجه وفد من الإطار التنسيقي إلى حنانة للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاستكمال الحوارات بشأن التفاهمات السياسية، رغم تأكيد الأخير على الأغلبية. الإطار التنسيقي يراهن على التحالف مع الكرد والسنة في تشكيل الحكومة القادمة، وقد يكون الإطار التنسيقي هو أقرب بسبب طرح التوافقية التي قد تكون متطابقة مع وجهة نظر السنة والكرد في تشكيل الحكومة القادمة. وتنتظر الكتل السنية والكردية تفاهمات البيت الشيعي الشيعي للمضي مع الكتلة الأكبر التي ستتولى تشكيل الحكومة بعد انعقاد أولى جلسات البرلمان الخامس التي من المفترض أن تنعقد في العاشر من كانون الثاني مطلع العام القادم. من بغداد، أنس يوسف، قناة الفلوجة. أما الآن ينضم إلينا رئيس مركز ارتقاء للبحوث والدراسات الأستاذ عباس العرداوي. أهلا بك أستاذ عباس. الإطار التنسيقي دعا المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات إلى الانسحاب ورفع الخيام، ماذا يفهم من تلك الخطوة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدتي الكريمة، شكرا لقناتكم الكريمة ومتابعيكم الكرام. هذه يبدو أنها خطوات ورسائل متبادلة بين القوى السياسية من أجل الوقوف أو الذهاب باتجاه حل حالتها، وهي يبدو أنها خطوة أولى قبيل زيارة الموعدين بها يوم غد لزيارة السيد العامري والسيد الفياض والسيد والشيخ الخزعلي إلى سماحة السيد مقتدى الصدر. يعني يبدو أنها رسالة تطمينية للجميع، لأننا ذاهبون للتفاوض والاحتكام إلى مخرجات العملية الانتخابية، رغم التحديات التي كانت سابقا معلنة، ورغم كل الآثار التي ترتبت على إبقاء الخيام والتظاهرات وحادثة قتل المتظاهرين وغيرها. على أقل تقدير أنا أعتقد أنها خطوة باتجاه رسم معالم التحالفات الجديدة التي قد تنطلق، باعتبار أنه اليوم البيت السياسي العراقي بشكل كامل ينتظر التوافقات الشيعية تحديدا، وينتظر انتهاء التنسيق ما بين الإطار والتيار في ذلك. نعم، ومقدمة ذلك التلاقي في الحنانة سيد عباس. نعم، الأصل أنه هذه الدعوة أو اللقاء في الحنانة كنا موعودين به منذ زيارة السيد مقتدى الصدر لبيت السيد العامري قبل أكثر من 3 أسابيع، وبالتالي اليوم جاء الوقت مناسبا باعتبار أنه جفت، يعني وضعت الأوراق وجفت الصحف وانتهت القضية رقميا، وأصبح كل يعرف حجمه بمخرجات هذه الانتخابات وبقية التحفظات، تحفظات على المستوى الوطني. وأيضا لا ننسى أن الإطار أطلق مبادرة مباشرة بعد انتهاء النتائج، وذكرت البيانات يعني توقفها وتحفظها على أداء المحكمة، لكنها ذهبت إلى القبول بهذا النصيب، وبالتالي هذا يستدعي أن يكون هنالك تحريك للمياه الراكدة التي هي مؤسسة أو مؤسسة ليوم 10/1. يوم 10/1 يحتاج أن يذهب البرلمانيون وهم لديهم أصلا رغبة في الذهاب لعقل تقدير إعلان الكتلة الأكبر أو فقط تفاهم مع بقية المكونات. نعم، يعني لفتنا يعني المصطلح الذي أطلقته أستاذ عباس، تحفظ على المستوى الوطني، يعني هذا بالتالي يدفعنا لنسأل ما تلك التحفظات على المستوى الوطني بإصرار الطرفين، التيار على الأغلبية والإطار على التوافقية.
أصبح اللي يعني واضح للأخوة في التيار إنه قضية الحكومة الأغلبية لم يعني لم يستجب لها، ليس فقط الإطار إنما حتى القوى الكردية والقوى السنية. اليوم رسائل واضحة، يعني كثير من الشخصيات بدأت تبدي رسائلها، بل مجريات الأمور هي تدعو إلى ارتداء التوافقية إذا كنا نسعى إلى حلحلة هذه الأزمة، باعتبار أن الأغلبية الوطنية لن تتحكم رقميا. نحن أمام معادلة رياضية نحتاج إلى أرقام، هذه الأرقام هي التي ستسهم بمنح الثقة. إدراك الأخوة في التيار لهذه المعادلة هو الذي دعا الأخوة إلى يعني دعوات استجابة ودعوات تفاهم وتشاور. بالتالي سيدتي المعادلة أكبر يعني من مبادرات يعني تطرح من طرف واحد على الأطراف الأخرى. أصبحنا أمام مبادرة وطنية كبرى تستدعي قوامها، قوام تلك المبادرة الوطنية الكبرى. أستاذ عباس، التوافقية لأن الأخوة ومنطلقها، ما منطلقها بشكل صريح إنه يعني ما منطلقها بإصرار الطرف الآخر على الأغلبية، منطلقها أن تكون هنالك، لا سيدتي، منطلقها أن تكون هنالك تعويضات بحجم القوى السياسية عن ما جرى في العملية الانتخابية، تطمينات مهمة جدا. وهل ذلك من مسؤولية الحكومة القادمة الطرف الفائز أستاذ عباس؟ يعني على ذكر التعويضات، من مسؤولية من يتصدى، من مسؤولية من يتصدى لهذا الإطار. طيب، هو هذا مهم جدا، من مسؤولية من يتصدى، باعتبار أنه من يتصدى عليه أن يذهب. إذن هذا تخلي ضمني من الإطار أستاذ عباس، تخلي ضمني من الإطار عن التصدي للمسؤولية في المرحلة المقبلة، بالتالي قبول ضمني بالأغلبية ربما. لحد هذه اللحظة هنالك توازن بالأعداد ما بين الإطار والتيار، بالتالي مخرجات جلسة يوم غد هي التي ستعطينا هذه الرسالة. تعرفين سيدتي الكريمة أن هنالك أكثر من خيار في بناء الحكومة، منها رأس الحكومة والطاقم الحكومي، ومنها المنهج الحكومي والبرنامج الحكومي. هنالك أكثر من اقتراح، هنالك أكثر من سيناريو. قد يكون رأس الحكومة من التيار والمكونات الأخرى هي في الإطار من تملأ الفراغ، وقد يكون بالعكس، وقد يكون البرنامج يكتب مشتركا. يعني على أقل تقدير أنا أقول أنه ذهبنا باتجاه رسم خطوط أولية للمرحلة القادمة. نعم، هي هذه التحفظات الوطنية التي كنت تعنيها أستاذ عباس، خاصة أن التيار الصدري طبعاً. التحفظات هي لا يتم تجاهل أي مكون أو أي قوة سياسية. نعم، هذه مهمة جدا حتى يشعر الجميع بالطمأنة، وبالتالي هذا ينعكس على بقية المكونات الكردية سنية أقليات، الكل يحتاج إلى تطمينات سيدتي. نعم، التيار الصدري أيضا يعني وعودة إلى ما تفضلت بالإشارة إليه من مبادرة سابقة للإطار التنسيقي، التيار الصدري طرح برنامجا حكوميا لكن لا برنامج واضح، إنما فقط عنوان من قبل الإطار، ما الذي يعنيه ذلك أيضا؟ الجميع بدأ يطرح مبادرات، وبالتالي سيعمل على جمع المشتركات وحذف ما يتم نقاط التقاطع، لأن نقاط التقاطع لا تسهم بإنشاء بإنضاج أي مبادرة. لهذا الكل يتحدث والكل يعني يحاول أن يطور المشهد باتجاه الحلحلة، لأن التأثير المجتمعي بدأ يعني يعصف بجمهور كل القوى السياسية. اليوم تأثير الارتفاع لسعر الأسواق، موضوع التأثير الاقتصادي يقترن بضغط اجتماعي، هذه كلها ضواغط يعني لا يمكن أن تهمل. بالتالي حتى القوى الفائزة لا يمكن لها أن تبقى مستمرة معلقة لجماهيرها، هي تحتاج أيضا إلى أن تنضج لديها الحركة. ولا ننسى أن هنالك توقيتات أيضا دستورية، هنالك يعني ملزمين خلال 75 يوما أن ننهي هذه المسألة بعد المصادقة، وأن ننتهي من هذا المشهد، ولا سيما أن البيانات واضحة، أغلب القوى رضيت بالأمر الواقع. رئيس مركز ارتقاء للبحوث والدراسات الأستاذ عباس العرداوي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. Thank you.
جدد تحالف العزم مضيه باتجاه إعادة بناء الدولة العراقية على أسس وطنية وشراكة كاملة في القرار، مؤكدا أنه سيواصل حواراته مع الجميع دون استثناء. جاء ذلك خلال بيان لتحالف العزم رحب فيه بتصديق المحكمة الاتحادية أسماء المرشحين الفائزين بانتخابات تشرين الأول الماضي. وقال التحالف إن العراقيين أثبتوا مرة أخرى أنهم قادرون على تجاوز المنعطفات، وأن الشعب قال كلمته الفصل باختيار الأفضل في تمثيل الجماهير للمرحلة المقبلة، وأن ذلك الاختيار لم يكن ليكتمل بصورته الجيدة لولا جهود المؤسسات القضائية والأمنية وتعاملها وفق معايير مناسبة وناجحة. في نينوى طالبت عضوة تحالف العزم سمية الغانم الكتل الفائزة بالإسراع في تشكيل الحكومة، مؤكدة أن أولى مهام تحالف العزم هي العمل على ملفات المناطق المحررة والمغيبين وضحايا الإرهاب. صدقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، نبارك لكل من فاز من النواب في هذه الانتخابات المبكرة، وندعو جميع الكتل اليوم وجميع الفائزين إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، خصوصا أن في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد، وخصوصا أن هذه الانتخابات كانت انتخابات مبكرة من أجل الإصلاح. حقيقة نحن في تحالف عزم عازمون اليوم على أن نكون صوت للمناطق المحررة وخصوصا محافظة نينوى، ونبارك لكل النواب الذين انضموا اليوم إلى التحالف، ونأمل من الجميع اليوم أن يتحدوا من أجل مصلحة المدينة وخصوصا مناطقنا التي عانت كثيرا من سطوة الإرهاب والدمار، وتحتاج اليوم إلى تكاتف الجهود وإلى وقفة حقيقية من أجل إعادة الحقوق وإعادة حقوق المغيبين والتعويضات والشهداء وذوي الشهداء وكل الأمور التي ما زالت عالقة إلى الآن وتحتاج إلى حلول سريعة. شعبيا، أعرب موصليون عن أملهم بمشاركة فاعلة للنواب الجدد الفائزين من تحالف العزم عن محافظة نينوى، مشيرين إلى أن القضايا التي تعاني منها محافظتهم تحتاج إلى شخصيات لها باع في الإدارة والسياسة، وهو ما ينطبق على نواب العزم العشرة الممثلين لمحافظاتهم. اختيار شخصيات من محافظة نينوى لتمثيلها بالدوائر الرسمية، يعني كتحالف عزم اليوم هذا التحالف الذي هو من صلب ورحم هذه المحافظة المنكوبة، يعني اليوم نشوف بعض مدراء الدوائر تابعين للأحزاب هم ليس ممثلين عن هذه المحافظة، وكذلك أيضا يعني هناك عدة ملفات يجب فتحها من قبل نواب عن تحالف عزم الذين هم من أهالي محافظة نينوى. اليوم عندنا 10 نواب من تحالف العزم، تحالف العزم بشخصيات مرموقة وشخصيات معروفة وشخصيات بارزة بالعراق عامة. اليوم هاي 10 نواب نتمنى أن يكونون صوتنا لنقل معاناة أهالي الموصل في داخل قبة البرلمان، لنقل معاناة الناس ومعاناة المناطق اللي تحررت. خريطة طريق تحالف العزم بعد تصديق نتائج الانتخابات تفتح باب الحوار مع جميع القوى السياسية دون استثناء من أجل تحقيق تطلعات أبناء المناطق المحررة. تفاصيل أوفى مع علي فرحان. سنواصل حواراتنا مع الجميع دون استثناء لإعادة بناء الدولة العراقية. خريطة طريق واضحة يرسمها تحالف العزم لتأسيس المرحلة المقبلة بعد تصديق المحكمة الاتحادية نتائج الانتخابات، مرحلة تستند إلى أسس وطنية وشراكة كاملة في القرار لإحداث نهضة حقيقية تنهي حقبة الفساد والمحسوبية. وفي المستجدات السياسية والتفاهمات، ما زال تحالف العزم يؤكد أنه لن يكون مع طرف سياسي شيعي على حساب آخر، وهو نهج متوازن يهدف إلى توحيد الرأي الوطني داخل كل القوى التي تمثل المكونات العراقية. يؤكد تحالف العزم أن تفاهماته المستمرة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تمثل شراكة استراتيجية، وهي ليست وليدة اليوم بل تمتد إلى فترة سابقة، وتتبع أيضا من الحرص على توحيد الموقف الكردي.
مطالب المناطق المحررة المتمثلة بإعادة النازحين وإعمار المدن المدمرة والكشف عن مصير المغيبين مبادئ أساسية كانت سبباً رئيساً في التقريب بين كل القوى المؤثرة في المشهد السياسي في هذه المناطق. على مدى أكثر من 8 أعوام لم تحظى المدن المحررة بميزانية خاصة لإعادة أعمارها وصرف تعويضات المتضررين من أهاليها، مشكلة هاجس قلق لدى المواطنين من تكرار ذلك في الموازنة المقبلة، فيما يعلق أهالي تلك المدن آمالهم بتمثيلهم السياسي الجديد للمطالبة بحقوقهم. على مر السنوات الماضية لم تحظى محافظة الأنبار بميزانية تتوافق مع مستحقاتها، خصوصا بعد الحرب ضد داعش والدمار الذي حل بها. قضية وجهت أنظار الأنباريين نحو تمثيلهم السياسي الجديد لفرض الأولويات المطلوبة من الحكومة المقبلة والمطالبة بتخصيص ميزانية تكفي لإعادة إعمار المنازل وصرف التعويضات وغيرها من مستحقات المواطنين. على نواب محافظة الأنبار عن يستعد وان يعد العده على تخصيص المبالغ المخصصه وهي الميزانيه المعرب بها، يجب ان تكون ميزانيه كافيه. اليوم الانبار الكثير لا زالت الاحياء، نتحدث نبدا من الغربيه، بحاجه الى اعمار، بحاجه دون الى تعويضات، بحاجه الى مخصصات يعني الشهداء والجرحى، بحاجه الى الكثير. لم تلقى مدن الانبار ولا المناطق المحرره اي تحرك عملي لصرف ميزانياتها التي لا تتوافق مع حجم الدمار الذي حل بها بسبب الحرب ضد الإرهاب، لتتصاعد مطالبات المواطنين من ذوي الشهداء والجرحى بزيادة ميزانية محافظة الأنبار لتكفي لصرف مستحقاتهم. طالبهم أن يزيدون الحصة مال الرمادي، أول شيء شهداء، الجرحى أنا أسأل قدامك جريح، والله لحد الآن عندي عمليات بالضفيرة مال العصب، لحد الآن أنا ما مستلم له درهم. نطالبهم أن يزيدون الحصة مال الرمادي، يا حكومة يا جديدة يا برلمان يا جديد، الرمادي تأذت، صلاح الدين تأذت، الموصل تأذت، ما يصير هالشكل. خلوا الله سبحانه وتعالى بين عيونكم، لا تعويض بيوت، لا تعويض جرحى، لا يعني ملينا والله ملينا. يطالب الأنباريون الحكومة الاتحادية باحتساب ميزانية عادلة لمحافظة الأنبار تضمن معالجة واقعها الخدمي والصحي وتخصيص مبالغ مناسبة لإعمار واستقرار هذه المحافظة، فهي أرض تقاذفت الخطوب بأهلها وتمخضت بخرابها الأقدار. لقناة الفلوجة، إدريس يحيى. ينضم إلينا الأستاذ في الإعلام الدولي الدكتور فاضل البدراني. مرحبا بك دكتور. استقبلت الكتل السنية قرار المحكمة الاتحادية بالترحيب كما فعلت الكتل الشيعية، برأيك هل البيت السني سيتحرك ككتلة واحدة في موضوع المفاوضات؟ المشكلة دكتور فاضل، هل تسمعني الآن؟ الآن أسمعك، نعم. طيب، استقبلت الكتل السنية قرار المحكمة الاتحادية بالترحيب كما فعلت الكتل الشيعية، هل البيت السني سيتحرك ككتلة واحدة في موضوع المفاوضات؟ يعني هذه هي المسؤولية الملقاة على الكتل السنية الآن. يعني بالفعل هو الآن يعني الرقم لأول مرة يحصل بكتل سنية بقائمتين كبيرتين، يعني من حيث العدد تقريبا عدد الكتلتين يعني مع بعض النواب الآخرين تقريبا 79 نائب، يعني هذه أفضل من الدورة السابقة وأفضل من الدورة التي سبقتها. لذلك عليهم مسؤولية كبيرة أن يكون هنالك اتفاق فيما بينهم، وعملية الاتفاق هو ليس التركيز على المصالح الشخصية بقدر ما هو يكون برنامج يفضي إلى تقديم رؤية فيما يتعلق بالشراكة مع الكتل الأخرى باختيار حكومة، رئيس حكومة تتوفر فيه المواصفات التي تلبي طموحات العراقيين جميعا، وأيضا بالشراكة في اختيار رئيس برلمان فعلا يحقق يعني قفزة في الأداء البرلماني، وكذلك بالنسبة لرئيس الجمهورية. الأمر المهم فيما بينهم، إذا يعني لاحظنا أنه من
يعني من يوم الانتخابات لحد الآن لا توجد هذه الخلافات ما بين الكتلتين الكبيرتين في الشارع السني، واللقاءات مستمرة فيما بينهم. حقيقة يعني جعل الكثير من الأطراف من المعنيين يعني يطرحون مختلف الآراء لكنها بعيدة عن الواقع، والواقع عندما تحلله تجد أن الكتلتين السنيتين تعملان بهدوء وبوعي سياسي وبمسؤولية لحد هذه اللحظة. طيب. لذلك نتطلع أن تكون أن يكون هذا الأداء ما بعد إعلان نتائج الانتخابات واللي صادق عليها بالأمس أن يكون هذا التنسيق مستمر فيما بينهم، خاصة أنه إذا ما تحدثنا عن النواب الذين فازوا الكثير منهم يمتلكون الخبرة السياسية ويمتلكون المهارات والمهنية. دكتور، تحدثت عن التنسيق باختيار الرئاسات الثلاث والذي يجب أن يكون بحذر، لكن ما الذي يجب أن تقدمه القوى السياسية السنية اليوم كأولويات في التفاهمات مع بقية الكتل السياسية؟ يعني القوى السنية ألاحظ عليها، يعني أتمنى عليها، أتمنى على الكتل السنية ألا تكون تابعة لطرف. إذا تسمعني؟ أسمعك. نعم تسمعني؟ الصوت يصل دكتور، تفضل. نعم، يعني أتمنى ألا تكون الكتل السنية سواء عزم أو تقدم على وجه التحديد ألا تكون تابعة لطرف معين. يعني لاحظنا بالأيام الماضية أنه الكتلتين تذهبان إلى أقليم كردستان، وعملية السباق إلى أربيل يعني أفضت وكأنه هاتين الكتلتين السنيتين أمام الشارع السني، وكأنه هنالك إملاءات من قبل أربيل عليهما. هذه طبعا بكل تأكيد تضعف أداء الكتلتين، وبنفس الوقت هي تقلل من طبيعة التماسك والعلاقة بينهم وبين جمهورهم. هذه الكتل مهمة وتمثلان جمهورا كبيرا ليس بالهين، هذا الجمهور في المناطق الغربية. طبيعة التشاور ينبغي أن تكون زيارات زيارة مقابل زيارة وفق البروتوكول السياسي المعد ما بين القوى والحركات السياسية والكتل الانتخابية، وأن تكون هذه الكتل متفقة على البرنامج، يعني لا تكون المصالح الشخصية هي الأساس. عموما سوى أنه هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من التركيز عليها فيما يتعلق بالمطالب. طيب، لا نريد كما كانت في الدورات السابقة أنه رئيس البرلمان اللي هو من حصة الكتلة السنية، خاصة يعني جوابا على سؤالك، لا نريد أن تكون الكتل الأخرى هي من تختار، نريد أن يكون للسنة دور كبير في اختياره. طيب، ربما تحدث عن موضوع أن تكون هذه الكتل تابعة من عدمها، لكن ربما هذه الكتل أيضا تبحث عن شريك قريب عليها من أجل أن تشكل صوتا قويا في البرلمان المقبل. من هي برأيك الكتل الأقرب للبيت السني؟ بكل تأكيد الكتل الكردية، الوطني الديمقراطي قريب، وكما ذكرت يعني في شغلة أنه تكررت الزيارات إلى أقليم كردستان، يعني أتمنى أن لا تكون هذه عملية مكررة لأنه تحسب. يعني بالنسبة لنا كمتابعين كمحللين لاحظنا أن لا يكون رئيس البرلمان عندما يأتي أن يكون من البيت السني، وأيضا لاحظنا أن هنالك تقارب، وكذلك التقارب لاحظنا مع الكتل الأخرى. يمكن علاقة الكتلتين مع التيار الصدري جيدة، يعني رغم أن هنالك بعض المزاجات بعض المصالح بعض التأثيرات الداخلية قد تبعد يعني بعض الكتل عن بعضها، ولكن الحوار والنقاش وتكرار تبادل الزيارات فيما بينهم ممكن أن تنضج هذه العلاقة. عندما يتماسك السنة كنواب في البرلمان الحالي بكل تأكيد سينظر لهم باقي الكتل الأخرى على أنهم
متماسكون ومتمسكون بقراراتهم. نعم. لو كان هنالك 10 نواب ويصرون على برنامج حكومي برلماني ناضج، بكل تأكيد هذا يعادل 100 نائب. فنتمنى من الكتل السنية أن تكون بهذا المستوى. نعم. وهي تمدل حقيقة النواب يمتلكون الخبرة ويعني النضوج والمهارة والمهنية. الدكتور فاضل البدراني الأستاذ في الإعلام الدولي، شكرا جزيلا لك على هذه الانضمامة. الأخبار مستمرة. في إقليم كردستان، رحب الحزب الديمقراطي الكردستاني بقرار المحكمة الاتحادية العليا تصديق نتائج الانتخابات النيابية. وقال المكتب السياسي للبارتي إن القرار يمثل خطوة دستورية لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، مشددا على ضرورة متابعة الظلم الذي لحق به من خلال سلب مقعدين بصورة غير عادلة وغير قانونية فاز بهما مرشحاه في الانتخابات بحسب البيان. كما رمم البيت السياسي السني تصدعاته، وحد الكرد صفهم الداخلي ورتبوا أوراقهم استعدادا لخوض غمار المفاوضات الحقيقية في بغداد العاصمة بعد تصديق نتائج الانتخابات. مطالب الأحزاب الكردية الواضحة ستكون على طاولة الحوار بعد أن تحل كتل التمثيل السياسي الشيعي خلافاتها لمعرفة أي اتجاه تسلكه المفاوضات. بورقتين سياسيتين دون الكشف عن فحواها، تستعد وفود الأحزاب الكردستانية مجتمعة لبدء جولة مفاوضات في بغداد مطلع العام المقبل بخصوص تشكيل الحكومة وحصة الكرد من المناصب، وخاصة منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان، إضافة إلى وزارات سيادية أخرى. هناك اتفاق على أن يكون هناك مرشح واحد لرئاسة الجمهورية يتم يعني ترشيحه ويتم اختياره من قبل الرئيس مسعود بارزاني، وبالتالي أيضا سيكون هناك ورقة تفاوضية واحدة للكرد وأيضا وفد مشترك واحد يمثل الكرد في بغداد. ومع تصديق المحكمة الاتحادية نتائج الانتخابات، قد تشهد المرحلة المقبلة متغيرات غير متوقعة في تحالفات القوى السياسية، فالكرد يبحثون عن تحالف يضمن لهم حقوقهم الدستورية والقانونية وحل جميع ملفاتهم العالقة منذ 2003 حتى الآن. الذي أنا أراه ككردي على الحزب الديمقراطي الكردستاني وعلى أي حزب آخر من أقليم كردستان، يعني منفردا أو مجموعا، ألا يتحالفوا مع الكتل، يعني الكتل السياسية أو الكتل الانتخابية، حينما نجد هناك كتل أخرى رافضة لنتائج الانتخابات، لأن آنذاك حقيقة الكرد يدخلون في مشكلة أخرى. ووفقا للمشهد الحالي، فإن التحالفات تقف أمام مسارين سواء بالنسبة للكرد أو غيرهم، فإما الانضمام إلى الكتلة الفائزة بأعلى عدد من المقاعد النيابية باعتماد الأغلبية الوطنية، أو التوجه في مسار الحكومة التوافقية فيما يعتمد كل المسارين بشكل أساسي على توافقات الأطراف الرئيسية التي تعد العملية الأساس في اختيار الرئاسات الثلاث. من أربيل بشير الحسن، قناة الفلوجة. ينضم إلينا عن هذا الموضوع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ ريبوار بابكي. مرحبا بك أستاذ ريبوار. قبل الخوض في الحديث عن التفاهمات مع القوى السياسية في بغداد، هل هناك من جديد بشأن منصب رئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي؟ هل حسم الأمر للاتحاد الوطني الكردستاني أم هناك كلام آخر؟ تحية لك ولزميلاتك. طبعا هناك شيء أهم من ملف أو موضوع رئيس الجمهورية، وموضوع أو ملف الاستحقاقات الدستورية لأبناء كردستان والحديث عن هذه الاستحقاقات من قبل الحزبان الرئيسيان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وبالفعل تم اتفاق على ورقة سياسية أو ورقة تفاوضية من قبل الجانبين عندما اجتمع الجانبان على
في سليمانية وتم الاتفاق على هذه الورقة، وهذه الورقة أصبحت جائزة. طيب. وسيتم وسيكون هناك وفد كردي من الاتحاد من الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، هذا الوفد سيذهب إلى بغداد وسيمثل المكون الكردي ولا يمثل الأحزاب. جميل. قبل أن نخوض في هذا الموضوع، ربما موضوع حديث منصب رئاسة الجمهورية. منصب رئاسة الجمهورية أكيد يعني سيتم تحديده من قبل الطرفان أيضا. الديمقراطي الكردستاني وفق كل المعايير الانتخابية لديه كل الحق في أن يكون الرئيس الجمهورية العراق القادم من نصيب الديمقراطي الكردستاني، لأنه حصل على أكثرية المقاعد قياسا بالأحزاب الكردية التي شاركت في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي. سيد ربار، يعني تتحدث يبدو بأن الحزب الديمقراطي من قبل الاتحاد الوطني بأن له الحق بأن يحصل على رئاسة الجمهورية، هل هذا من منطلق الحزب الديمقراطي الكردستاني أم باتفاقكم مع الاتحاد؟ لا، أنا أقول يعني وفقا لمعايير الانتخابات الديمقراطي الكردستاني له يعني له الحق في أن يتبوأ أحد قياداته هذا المنصب، لأنه الانتخابات ونتائج الانتخابات هي التي أعطت هذا الحق للديمقراطي الكردستاني. لكن أعتقد أنه التوافق بين الجانبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني سينهي هذا الملف أيضا. طيب، بعد ترحيبكم بقرار المحكمة الاتحادية، يتهيأ الكرد وكما ذكرت حضرتك قبل قليل للذهاب إلى بغداد لخوض غمار المفاوضات المفضية لتشكيل الحكومة. ماذا في جعبة الأكراد من وسائل وتفاهمات مع البيتين السني والشيعي؟ طبعا الكرد يمتلكون كثير من الوسائل وفي جعبتهم الكثير من المسائل يجب أن يطرح ويناقش مع الأطراف الأخرى من الأطراف الشيعية والأطراف السنية. نعم. موضوع المادة 140، موضوع استحقاقات البيشمركة، موضوع الموازنة، طيب إلى الكثير من الأمور، الجانب الأمني، التنسيق الذي من المفترض أن يكون هناك تنسيق أمني بين الحكومتين، حكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان، عدم قطع الرواتب وأرزاق أبناء أقليم كردستان مرة أخرى من قبل السلطات في العراق، مواضيع أخرى يعني تكون موجودة في الدستور العراقي لكن الحكومات السابقة لم تقم بحل هذه المسائل، وهذه المسائل إلى الآن عالقة. ولذلك أكرر وأقول أنه هذه الملفات هي أكبر من موضوع رئيس الجمهورية. طيب. رئيس الجمهورية أعتقد أنه نعم سيتم يعني حل هذه الإشكالية بالاتفاق مع باتفاق يعني بين الديمقراطي الكردستاني، يعني الكثير من القضايا العالقة الشائكة بحاجة إلى بعد التفاهمات. نعم. والحوارات التي ستعقدونها في بغداد، هل سيبقى البارتي واليكتي في كتلة واحدة أم يتجه كل منهم لقضاياه الخاصة بعد انتهاء التفاهمات؟ أنا أعتقد أن الورقة التي عدت من قبل الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني هي كفيلة لأن يكونا مع بعض الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بعد تشكيل الحكومة أيضا. أبرز مضامين هذه الورقة أنه الاستحقاقات إلى الآن لم يتم الإعلان عن نصوص هذه الورقة، لكن الورقة عدت وفيها الكثير من المسائل الدستورية التي بحاجة إلى حل دستوري من قبل الحكومة المقبلة التي ستشكل بعد جلسة أو بعد المفاوضات بعد إنهاء المفاوضات السياسية بين الأحزاب الشيعية بالدرجة الأساسية. طيب، حدثنا أكثر عن خسارتكم لمقعدين في البرلمان، رأيتم أنها غير عادلة وغير دستورية، لماذا؟ ما هي الطرق التي ستسلكونها لاسترداد المقعدين؟ طبعا المقعدين تم يعني سلبا من الديمقراطي الكردستاني بطريقة سياسية وليست بطريقة دستورية وقانونية. للأسف الرئيس الجمهورية برام صالح كان له دور في هذا الأمر. الديمقراطي الكردستاني سلك الكثير من الوسائل، يعني انتهج الكثير من الوسائل القانونية. هناك وسيلة دستورية موجودة لا تزال في جعبة الديمقراطي الكردستاني حتى يستعيد المقعدين، وهي المادة 52 من الدستور العراقي الذي ينص أنه المجلس النواب العراقي الجديد له الحق في بت
شرعية النواب الجدد بالتصويت بثلث الأعضاء، ولذلك الديمقراطي الكردستاني يمكن له يعني استخدام هذه الوسيلة الدستورية والشرعية لغرض إعادة حقها التي سلبت من بطريقة سياسية وذهبت لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني. شكرا لك القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ ريبوار بابكي على هذه المداخلة. الأخبار مستمرة. تحدث مسؤولون في محافظة ديالى عن وجود عقبات كثيرة تقف أمام إعادة نازحي قرية نهر الإمام في قضاء المقدادية، أبرزها طلب جهات معينة من العائدين دفع ديات مالية مرتفعة جدا، حيث ما يزال كثير من الأهالي يدفع ضريبة أشخاص معدودين ومحسوبين على القرية. وبيّن مسؤولون محليون أن سكان قرية نهر الإمام سبق أن دفعوا خلال السنوات الأربع الماضية تعويضات تقدر بنحو 2 مليار دينار، وتعرضوا للتهجير أكثر من مرة. ولفتوا إلى أن هناك أكثر من 300 عائلة نازحة من قرية نهر الإمام تعيش أوضاعا مأساوية في قرى أخرى. وكان نازحو قرية نهر الإمام قد نظموا وقفة احتجاجية بعد مرور أكثر من شهرين على إبعادهم قسرا من منازلهم، طالبوا خلالها الحكومتين المركزية والمحلية بإزالة جميع العقبات التي تقف حائلا دون عودتهم إلى مناطقهم الأصلية. وروى أهالي قرية نهر الإمام قصصا عن معاناتهم التي تتفاقم يوما بعد يوم، مشيرين إلى أن أغلب العائلات المهجرة تعيش في حالة من العدم المادي وغير قادرة على تسديد بدل الإيجار أو إعانة المرضى. وأضاف الأهالي أنه لم يزورهم أي مسؤول حكومي ليتفقد معاناتهم على الرغم من مرور شهرين على تهجيرهم من مناطقهم وإبعادهم قسرا عن أراضيهم الزراعية التي كانت تمثل مصدر رزقهم الوحيد. وطالب الأهالي الحكومتين المركزية والمحلية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودتهم إلى مناطقهم في أقرب وقت ممكن. جرنا يوم 26/10، هاي صار لنا شهرين تقريبا، الشهرين ما اجانا، لا اجانا مسؤول، لا اجانا لا من الحكومه المركزيه ولا من الحكومه المحليه. اجونا ايش كم مسؤول، دزونا ايش كم مسؤول، واعدونا، لكن المواعيد كلها ما وفوا بها. اليوم قضيتنا احنا سوفت واحنا نسينا بصراحه يعني. اما هاي الناس هاي العوائل اللي تهجرت، الناس تعبت، الناس اخي ما عندها لا موريد تحتاج عليه. الناس انتم مثل ما تعرفون الناس كانت عايشه على الزراعه، يعني المورد رزقهم رزق عوائلهم هو الزراعه. اما الزراعه اليوم انعدمت، الاراضي راحت، الاملاك راحت، الحلال راح زين، وطالبنا وناشدنا واوعدونا لكن ماكو تنفيذ لهاي الوعود كلها. واحنا هسه ظلينا مع العلين، لا يقولون لنا رجعوا، ها ابقوا، هسه احنا نسبق البيوت، تالي كل شيء ماكو. في ديالى ايضا عثرت قوات مكافحه الارهاب على جثه احد المخطوفين الاربعه الذين اختطفهم داعش الارهابي في وقت سابق قرب بحيره حمرين، فيما استشهد آخر في مستشفى بعقوبة متأثرا بإصابته بجروح بليغة. وكشف مصدر طبي حصيلة ضحايا العملية العسكرية في مناطق حمرين، مؤكدا استشهاد 2 من المخطوفين الأربعة وإصابة 8 من عناصر الأمن بانفجار عبوة ناسفة في أطراف منطقة عين ليلى شمال ديالى خلال عمليات دهم وتفتيش لأوكار وبؤر داعش الإرهابي. إذن وديان في جوف الصحراء وسماء ينقصها الغطاء، وضع أمني ككومة قش، يوصف بالأمن الهش، مخاوف وهواجس من استغلال الإرهاب للوضع الراهن في ظل انسحاب وشيك للقوات الأجنبية من العراق، فيما تستمر العمليات العسكرية لضرب الإرهاب والحد من قدرته على توجيه الضربات.
خروقات أمنية متكررة تحدث ذعرا حقيقيا لأهالي المناطق المحررة، وبالرغم من وجود ملاحقات أمنية وعمليات عسكرية، فإن هذه العمليات لم تنهي وجود وهجمات العناصر الإرهابية، آخرها هجوم غربي بيجي وما خلفه من ضحايا في القوات الأمنية. مناطق المحررة الآن حقيقة بدأت هنالك يعني هجمات جديدة في المناطق المحررة على القوات الأمنية، وهنالك خروقات أمنية حدثت يعني مؤخرا على القوات الأمنية، وذهب ضحيتها عدد من يعني العناصر الأمنية التي تحفظ يعني المناطق الصحراوية. الغطاء الجوي في المناطق المحررة لا سيما الصحراوية منها ضروري جدا لحفظ الأمن، ويعني تتبع الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون التي تعبث بأمن العراق. عمليات عسكرية طالما رافقتها طلعات جوية لقوات التحالف للمساندة والدعم أسهمت بشكل واضح في سير العمليات، ولعل انسحاب تلك القوات سيحدث فراغا في الدعم الجوي للمناطق الصحراوية، فيما تعتمد هذه القضية على مدى جهوزية القوة الجوية العراقية لسد هذا الفراغ. أعتقد بعد انسحاب قوات التحالف الدولي سوف تكون من الصعوبة تأمين غطاء جوي لعموم العراق، صعب جدا. احنا لحد الآن في طور تكوين قطاعاتنا وخصوصا الجوية، يعني كثير محتاجين قطاعات طيارين ملاكات اللي تؤمن إدارة هاي المؤسسة الكبيرة، مؤسسة الطيران، مؤسسة العسكرية، مؤسسة عظيمة وفق التكنولوجيا الحديثة وفق التطور الحاصل، تطور يعني ده يحصل بشكل متسارع. عمليات عسكرية ستخلو من الدعم والمساندة من قبل التحالف الدولي بالتغطية الجوية، مما سيضعف سيرها وإنهاء هذا الملف الشائك لخلاص المناطق المحررة من العناصر الإرهابية التي تعكر صفوها بين الحين والآخر. من صلاح الدين، عبد المنعم الويسي، قناة الفلوجة. أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري ضرورة انسحاب القوات القتالية الأجنبية بصنوفها كافة من العراق في 31 من الشهر الحالي، مؤكدا عدم القبول بأي وجود قتالي تحت أي مسمى كان. كما دعا العامري بمناسبة اقتراب الموعد النهائي لخروج القوات الأجنبية من العراق إلى تسليم كل القواعد أو الأجنحة التي من القواعد العراقية وتشغلها القوات الأجنبية، مشيرا إلى أن الحاجة إلى وجود المستشارين أو المدربين أو الفنيين يجب أن تقدر من قبل القيادات العسكرية العليا بشكل دقيق، كما شدد على دخول وخروج جميع المستشارين والفنيين والمدربين وفق القوانين التي تضمن احترام سيادة البلد، إضافة إلى تحقيق السيادة الكاملة على الأجواء العراقية. دلع حريق كبير داخل جملونات منامة المنتسبين في قاعدة صقر العسكرية في منطقة الدورة جنوب بغداد. وقال مصدر أمني إن الجملونات تابعة لمنامات منتسبي الحشد الشعبي داخل القاعدة المنقسمة بين الشرطة الاتحادية والحشد، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني توجهت إلى مكان الحادث لإخماد الحريق. في أثناء ذلك هاجم مسلحون مجهولون مقر شركة أجنبية شمالية محافظة ذي قار. وذكر مصدر أمني أن الهجوم المسلح استهدف شركة زيباك العاملة بشركة بتروناس النفطية في قضاء الرفاعي شمالي مدينة الناصرية، لافتا إلى أن الهجوم تسبب في أضرار بالكرفان الخارجي للشركة. وبيّن المصدر أن المجهولين هربوا إلى جهة مجهولة، فيما طوقت قوة أمنية مكان الحادث وعثرت على صاروخ قاذفة غير منفلق. في سياق آخر، توفي طفلان في محافظة ذي قار إثر انهيار سقف منزلهما المتهالك، وأصيب
وأصيبت شقيقتهما الثالثة بجروح خطرة وفق ما أفاد به مصدر طبي. وقال المصدر إن منزلا يقع في دور التجاوز في منطقة الإدارة المحلية وسط مدينة الناصرية انهار بالكامل على ساكنيه وأدى إلى وفاة طفلين على الفور وإصابة طفلة ثالثة بجروح خطيرة. وعزى المصدر أسباب انهيار المنزل إلى قدمه وتهالكه وفقا لما تضمنه التقرير الأمني. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. مسدلا الستار على آخر مراحل القبول بالحكم القضائي، الإطار يخاطب المعترضين على النتائج، انسحبوا من أمام الخضراء. ملامح الحكومة يرسمها لقاء الحنانة غدا، العامري يزور الصدر برفقة الخزعلي والفياض وحضور المالكي غير مؤكد. لاستثناءات من الحوارات، تحالف العزم يمضي لتأسيس حكومة الشراكة للمشاركة ويشدد التوازن مفتاح الحلول. بورقتين سياسيتين تمهدان لحسم منصب رئاسة الجمهورية، الكرد يطرقون باب بغداد العاصمة بوفد موحد الأسبوع المقبل. 300 عائلة مبعدة قسرا تحت مرأى الجميع، نهر الإمام تنزف منذ شهرين وتدفع ثمن الدخلاء ديات بالمليارات. الفلو جدة تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله، دمتم بعافية.